Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الذين ينفقون في السر والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ومن
Thank you.
ونعم أجر العاملين ونعم أجر وجنات تجري من تحتها الأنهار وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى
بسم الله الرحمن الرحيم.
وما صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.